السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي الحلوين، احنا مع بعض في حاجة اسمها علاقة الضرب بالقسمة. طب ايه علاقة الضرب بالقسمة؟ الاتنين عكس بعض. يعني ايه الاتنين عكس بعض؟ يلا معايا كده نبدأ. الضرب والقسمة عمليتان عكسيتان. يعني ايه عكسيتان؟ يعني لو جيت قلت لحضرتك 3 في 5 بكم يا جميل؟ 3 في 5 ب 15. حلو. طب انا لو قلت لك دلوقتي 15 على 5 فيها التلاتة. طب لو قلت 15 على 3 يبقى فيها الخمسة. يبقى فعلا عكس بعض. جيت قلت 15 على 5 فيها التلاتة، 15 على 3 فيها الخمسة. طب يلا ناخد على مسائل حلوة وجميلة. اقرأ كده معايا. 315 على 15. يلا نكمل مع بعض. احنا بنقول ان القسمة بتتكون من 3 حاجات: المقسوم، المقسوم عليه، خارج القسمة. نعمل عملية القسمة. مين اللي مقسوم 315 يتكتب جوه، المقسوم عليه 15 بره. عايز اقسم مش بحب القسمة، طب اعمل ايه؟ احولها لضرب. يبقى هنا 15 في 1 ب 15. ها 15 في 2، انا سامعك وانت بتقول لي 30، صح بس بالراحه. 5 في 2 ب 10، صفر ومعايا الواحد. 1 في 2 ب 2 1 3. بعد كده 15 في 3. 5 في 3 بكام ب 15. 5 ومعايا الواحد. 1 في 3 بكام؟ 1 في 3 ب 3 1 4. 15 في 4. 5 في 4 ب 20، صفر ومعايا الاتنين. 1 في 4 ب 4 و2 6. 15 في 5، وهقف لغاية هنا. 5 في 5 25. 5 ومعايا الاتنين. 1 في 5 ب 5 و2 7. بص يا حلو، هاخد رقمين مع رقمين. دي كام؟ 31 يا مس على 15. مس ده هنا 30، صح. يبقى اخد الكام يا حلو؟ 2 اكتبها فوق الواحد. ارجع اضرب 2 في 15 ب 30. ما انا مش هضرب، هكتب اللي قدامي. ادي 30، اطرح. 1 ناقص 0 1، 3 ناقص 3 0. مين اللي عليه الدور؟ الخمسة هتنزل. 15 يا مس ما هي قدامك اهي فيها الواحد. جميل قوي. يبقى هنا ارجع برضو اضرب 1 في 15، مكتوبة 15، اطرح يبقى 0. يبقى الناتج كام؟ 21. والقسمة دي منتهية. طب انا عايزة اتأكد. اتأكد ازاي؟ بصلي بقى، عايزة اتأكد. احنا قلنا ان عكس الضرب قسمة وعكس القسمة ضرب. هنا ايه؟ بقسم. يبقى انا هضرب عشان اتأكد. اضرب كام في كام؟ 21 في 15، وابدأ اضرب. 1 في 5، يبقى امسك الخمسة الاول في دي اهي. 1 في... طب مش هقول 5 في 1، صح. 5 في 1 ب 5. 5 في 2 ب 10. اللي عليها الدور الواحد، اللي في العشرات، احفظ الاحاد بصفر. 1 في 1 ب 1. 1 في 2 ب 2، وابدأ اجمع. 5 زائد 0 5. 0 و1 1. 1 و2 3. الله، ما هو هو فعلا نفس الناتج. يبقى هنا فعلا الضرب عكس القسمة ولا لا؟ طب واحدة كمان، يلا يا عسل. احنا اتفقنا الضرب والقسمة عمليتان عكسيتان. اهي دي مسألة جميلة. مكتوب كام؟ 530 على 25. هعمل القسمة. يا ترى مين المقسوم؟ 530 دخل جوه. مين اللي مقسوم عليه؟ 25 بره. مش بحب القسمة. يلا نضربها. 25 في 1. طب اكتبهم الاول. حاضر.
25 في 2 ها 25 في 3 25 في 4 25 في 5. هقف واشوف ايه مسألتي وجمالي وحلاوتي وكل حاجة. 25 في 1 25، 25 في 2 سامحكم انت بتقول لي 50، برافو. 25 في 3 75، بس واحدة واحدة. 5 في 3 ب 15، 5 ومعايا 2 في 5 ب 6 و 1 7. اللي بعده 5 في 4 ب 20، 0 ومعايا الاثنين. 2 في 4 ب 8 و 2 10. اللي بعدها 5 في 5 ب 25، 5 ومعايا الاثنين. 2 في 5 ب 10 و 2 12. يلا يا عسل، رقمين مع رقمين. مس دي 53 قريبة للخمسين، صح. اكتب فوق 2، اكتب تحت الخمسين، اطرح. الله الله الله، 3 ناقص 0 3، 5 ناقص 5 0. مين اللي جاب كده من رقبته ويتسحب؟ الصفر. بقت 30. 30 على 25، مين اقرب حاجة ليها؟ مفيش غير الخمسة وعشرين اللي فيها الواحد، اطلع بيها فوق. يبقى هنا اكتب كام؟ 25. انقص صفر ناقص خمسة، ما ينفعش استلف تبقى دي 2 ودي 10. 10 ناقص 5 5، 2 ناقص 2 صفر. يبقى الناتج كام؟ 21 والباقي 5. مش اتاكد ازاي؟ يلا مع بعض. احنا قلنا ايه؟ عكس القسمة ضرب. طب نتاكد ازاي نفكر؟ يبقى انا هضرب ال 21 في ال 25، ادي 25 في 21. ابدا اضرب الواحد في ال 25، 1 في 5 ب 5، 1 في 2 ب 2. هنا هضرب خانة العشرات الاتنين، احفظ الاحاد بصفر. 2 في 5 ب 10 صفر ومعايا الواحد. 2 في 2 ب 4، 4 و 1 5. ابدا اجمع 5 و 0 5، 2 و 0 2، هنا 5. مس انت غلط. ليه؟ انت ما طلعتش نفس الناتج. يا ابني يا حبيبي، ده انا بقول لك والباقي 5، يعني سعادتك عشان تتاكد هتزود 5. تعالى كده بقى اما نزود 5، 5 و5 10، 0 ومعايا الواحد، 1 و2 3، والخمسه تنزل. اتفضل حضرتك، ادي الناتج النهائي فعلا هو ال 530. وبكده يبقى انا عرفت ان علاقة الضرب والقسمة علاقة عكسية، وجبتها لك اذا كان يوجد باقي ولا يوجد باقي. ما تنساش تعمل لايك وشير عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة، والى اللقاء في الحلقة القادمة ان شاء الله.